الله. أنا عندي وليد 3، اثنين لهم 13 سنة مجونين دعوة مدنية، هاي واحدة 8 سنين بشمشمات و5 سنين بالبصرة، واحد عمه إلى شهر ونص بالسجن، الآخر عنده ما يبرأه، واحد أبو اللي عمه مواليد 74 واللي ما يبرأه بالثمانينات صغير، عندي واحد برا مواليد 71 حماتي المضروب جلطة دماغية وأثرت على رجله، هم عنده عيال. بقيت آني يا بنيتي تعبت، والله تعبت مليت، هذا لحمة يريد مصرف وقطرة وجوه بالسجن، والسجن حالته حالة، وهذا الآخر أبو اللي عده ما يبرأه، وهذا اللي بره هو وعياله. فأنا وحيدي بنية نامت ما قعدت همسكت قلبية طكش عمرها ورجلها وراها، وواحدة قاعدة تجاويز ونفسيتي تعبت، والله أمشي بالسوق أباوة، أمشي بالشارع أباوة، أصوم 6 شهور عيني بس على رب العالمين، هم ليك الحكومة لا تسوى حد، وين أروح وين أروح، أخوتي صغار وأنا بالتجاويز، فوين أروح يا بنيتي؟ هسه سمعت ايش تحكين ويا مير، قلت بلك حاكي تجزين علي، شلونك حاكيني؟ شوفي لحيل يا يما، حسبيني امي يا حبيبتي صدق عن عمري دفع بلي، شوفي لرأي زين. خاله انتو من وين؟ اني بالمسير قاعده على المشروع بالتجاوز بالمسير. زين ما عندكم راتب شهري؟ ما عندي راتب، يعطوني 300 اللي هو ما تقاعد ولا عاين وشنو؟ اي تقاعد مال ابوهم من كان الله يرحمه، ابوهم توفى 14/9/88 بجيش الشعبي، مات ما حسبوه بالخدمه وليس من جراها على خدمته قبل. زين فال 300 يعطوني اياها، اعطي 100 لهذا الضرير واعطي 100 لهذا ابو المي برئين، أمي ما تكفيني، هذا عدة للجهال وأمهم بها ذاك المرض والأخ هماتين أدهم، وأني هل تشوفين قنينتي ثوبي عباتي، يعني حالتي بالمرة خير ما أدري بعد، يعني الهم كبير، وانت بنيتي والله راح أقول لك يعني كلمة حطيها ببالك، يعني قلت اللي يقول باردة الدنيا وغالية الحنطة، ولو بعت عباتي عباتي حرب زيت أتغطيت، بس رد علي يا خالة أمشي كذب بقوم قوة، والله يا ابني أنا تدرين هذا الكلام يعني شو يسوي بي أني؟ يعني والله العظيم خليني ما أقدر حتى أكمل، ما أعرف حتى شو أقول ولا أعرف شو أحكي. والله يا بنيتي ترى الهموم هواي والشك كبير والرقعة قصيرة يا بنتي، والله يا خال اعتبريني امك، اعتبري حكي صدقة عن امرك، اعتبريها دفع بل، شلون تفكرين بي فكريني على راسي فكري على راسي واني امك، امك اعتبريني خالتك وشكيتك يا ابني، والله يا خال زين. والقران والقران البارحه بعت فردات بعشر، أبيع المبردة لنام عليها بالصيف، أبيع غرابي ما أخلي خالة، ما عندي شي بعد الأبيعة، والله ما عندي بعد يا ابني، أمدي دي أنت بنيتي بهذا العمر مواليد 55 أمشي بغير دروب هم عيب، أطلب هم عيب، أروح لحد أبن بني آدم ثقيل يا ابني، والقرآن عن مشروع أقول يومية يا رب لو ما تحاسبني هنروح هاي ماريكا ألقى بالمشروع وخشوة، بس أم الله يحاسبنا عليك، بس أنا شنو مستواي شنو عيشت بهالأمر، يعني باقة لا تحلين وقرصة لا تكسرين وأكلي لما تشبعين أكل تراب، ما أعرف ما أعرف يا بني ما أعرف حياتي شنو، جبت عيدك بيد أخوك المن أناشد المن أروح، لا عند أروح لحد، والله حتى ولدي بالسجن مرضى ما عند أروح، والله خالة ما والله يا بنيتي ما عندي وين أروح، واللي أكو مرة بهالأمر هذا ألف ماكو بجيبها، مو عيب علي مو عيب، شو بهالأمر خالة أنا شخصياً
انا شخصيا عيوني اللي تمرين بي انا حاضره والله العظيم. زين انا ما اعرف اقرا وقت هذا رقمي اخذي اخذي رقم تليفوني رقم شعري فاعلي رقم شعري حاضر عيوني والله اي بعد عيوني سلمى عيونك يا بنيتي